لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الشوط الثاني استسر، جماهير المريخ سعيدة منتشية بهذا الانتصار وهذا التقدم بالثلاثية على شريبة القبائل الجزائرية. 6 دقائق على النهاية، نهاية الزمن الرسمي والطبيعي لهذه المباراة، والمريخ يتقدم بالثلاثية النظيفة. هدفين لبكري، ده هو من علامة الجزاء، وهدف من اللاعب شاج الدين ابراهيم الأول، لا يترك شاردة ولا واردة، ما شاء الله عليهم. قتل بلو انتهى كوب وابو 20 الى خارج الميدان بلعب ساقط سلامات، اتمنى ان شاء الله تكون الإصابة خفيفة. احمد حامد، هو محمد رشيد تقريبا غير مصدقين. كبير الثوار سيفتيري يتأهب للدخول، تعديل الثالث والاخير لمستر ابراهوما. الدش هو المصاب، يغادر ارضية الميدان. سلامات احمد حامد، سبب في الهدف الاول سجل معه ركلة الجزاء وعمل اسيست الهدف الثاني. الثالث لبكري مجنون، هذه سيف تيري. نعم التوصيلات اكيد في استقبال سيف تيري، المهاجم السابق للخرطوم الوطني والمهاجم المتالق مع المنتخب الوطني. سيف تيري هذه تمشي على الجهة اليمنى، وهذه الكرة اترفعت من عبد السلام تتحول للفريق الجزائري، والفريق الجزائري بيحاول يبحث عن هدف. هذه من شريفية عملت العرضية والرصية، اوقفت القلوب صراحة. صعبة كانت الرصية، جابت القائمة لما تشوفونا يقبل راس الدش ابراهوما. نعم ايمانا بما قدمه الدش في هذه المباراة من محاضرات في المهارة ومحاضرات في الابداع وفي الامكانيات وفي كيفية توظيفها للمجموعة. لا نتش في عدم، في لحظات لم يتيها المريخ الكثير من الحلول، جاء الحل من اقدام هذا المهاري. نعم التش الذي يحكي اشارة الاوكي على ركلة الجزاء تسبب فيها، حصل فيها المريخ على الهدف الاول ببكر المدينة، ثم ذلك هدفا ثالثا روض المدافعين وعبر الكورة لبكر المدينة، سجل منها ثالث الاهداف. وبالتالي ابراهوما راضي كل الرضا عما قدمه احمد حامد التش في هذه الليلة. ليلة مريخية اخرى كبيرة، دائما ليالي دور الابطال الاستثنائية عندنا في السودان ونستمتع بدوري ابطال افريقيا، ولكن الله على عجب اليوم متالق لاعب بمزاج عالي واجواء استثنائيه دائما. وما اضيف الى ذلك، نحن نعيش اجواء المدنيه ونعيش الاجواء الخريفيه واجواء العيد، كل هذه الاجواء الجميله نحن نستحق ان نعيش افضل مما كنا، واكيد نحن نامل في وضع افضل للسودان، وضع امن ووضع سلام وامان ووضع اطمئنان. نعم على المحبه دائما نعيش، وكره القدم هي البوابه ان شاء الله، حتى كره القدم تجد الغربله من اجل الاستمرار ومن اجل الابداع. هذه الجماهير التي تاتي من كل صوب وحد، شفوت المدرجات وزلزال الملاعب ياتون من كل مكان ومن قوت عيشهم ليحضروا المباريات. وب 20 والدفاع مرت من تاج الدين ابراهيم الى ركله ركنيه، ياتون يشجعون يؤازرون يعشقون هذه المجنونه وهذه الساحره التي اثرت القلوب في كره القدم. كل الحبايب موجودين، تحيه لكل الزملاء الاعلاميين الموجودين، مؤازرة ونصرة لفريق المريخ. خمسة امتار وخمسين، دقيقة ونصف على النهاية. مستمعينا مشاهدينا مشاهدي قناة المريخ، مريخ السودان الكوكب الأحمر متقدم بالثلاثية النظيفة. بكر المدينة هدفين وهدف لتاج الدين ابراهيم. أجواء كبيرة